اوكي البنات، هنطقي البنات يجيو وغادي نعمر معاكم هاد الخبيزة. المجموع سلام إلهام، نبدأ معكم ونسلت عندي سيرة اليوم. الله يعاونك يا إلهام، الله يعوين. Uscito buono l'impasto. Selem Ninja, Selem. البنات هذه واحد العجينه راه تتبان لكم شويه ماشي ناصحه، تتبان موف. درت فيها واحد البطاطا، عجنتها بديك البطاطا الموف باش عجنتها، والطحين طبيعة الحال. نزيد شوية نقص من هذه. اينا طحين كديري يا اختي؟ طحين اختي درت فينو، درت الفورص، ها هو كندير كلشي سميتو بيو، تنديرهم دوك اللي كنشريهم بيو. ما عنديش الكرتونه باش نوري عليك، خاشياهم غير في بواطات ديال تنخويهم في الجاج. ها انت انا نوريك. ها
عندي ها شفتي ما عنديش الكرتونه، لو كان عندي نوريها لك. ها هو هذا الفينو هكا شفتي، هذا حتى انا هذا، وهذا الفرس، هذا الفرس ديال الفارو، ما عرفتش شنو سميتو بالعربيه، سميتو فارو هذا الفرس ديالو، زوين هذا بزاف. هذا واخا خديتيه غير بوحدو، انا ما كناكلش الفرس بوحدو، ولكن هذا الا درتوه مزيان واخا نديرو كناكلو، كيعجبني ما كيضرني ما والو. خليو شويه يطلق هنا البنات، غنخليو شويه العجينه ترتاح، وغادي نقول لكم هنايا الحشو. هنا درت شي فلور، هذا درتو نيشان في المقله، وهاد مطيشات صغيورين، ودرت معاهم شكرا العفو اختي، ودرت معاهم مليحه والزيت والثوم وشويه ديال الماء، وخليته تتسوطه تتشحر مزيان وطاب. هاد الشي فلور هذا هو اللي هنا، ملي طاب درت معاه السومو والكروفيت، فيلي ديال السومو صغيورين طريفات درتهم هنايا، والكروفيت داك الرويال الكبير قطعته مرصويات صغار، هو هذا، ودرتهم هنايا معاه بهذا الشكل هذا، وخليتهم دابا تبردوا. وهنا النص ديال الشيفلور سلقته في الماء، هو هذا سلقته في الماء هذا، ومطيشات واحد البيضه باش غادي نديرها نزينها من الفوق. هذا الخبزه هذه كتجي زوينه بزاف، هذه الخبزه وبنينه. وتا الاخر لحظه عاد تذكرت قلت نشاركها مع البنات، ما تذكرتش من الاول لان يعني عندي كونيكسيون قليله. غادي نديرها وتا في الشكل ديالها كتجي زوينه بزاف، عندها واحد المنظر زوين. المهم ترقوها لان خصها تكون رقيقه باش تطيب مزيان من الداخل ديالها. هذه سالناها، غندوزو دابا لهذه حتى هي. العجينة ممكن تعجنوها بطاطا عادية، كتسلقوها مزيان في الحكاكة ولا في هذيك ديال المطيشة، ترقوها مزيان يا إما القرعة ولا بطاطا، اللي كان قرعة حمراء ولا بطاطا صافي. كتجي زوينة بزاف. ناخذ هذه الاولى وغادي ندير فيها الحشو دابا هكا، كيبان لكم مزيان. ما طقيتش البنات باش يكونوا، خليهم حتى يجوا من بعد. راه دخلت نيشان انتما شفتوا، اوكي هانتوما شوفو. حاول نوزع هاد الحشوة عليها كلها، اوكي نشوف تعاليق. تبارك الله عليك ماجد، الله يبارك فيك انا. اوكي اللي مش شي تعليق ديالها تعذرني صافي. غادي نخليها دابا وقعد هادي مزيان باش نبغي نغطيها بها. اوكي
هادي هكا وغادي نحطها عليها بالشكل هذا وكنبركو عليها مزيان بيدينا من الجناب تنتبتوها بيدينا اول ولاني دابا كنشدوها كتشدي الصبع هكا وكديروا لي بهذا الشكل هذا هكا هكا كتبداو تشنفوها كديروا ليها واحد التزيين مع الجناب ديالها تخلي الصبع لتحت وزين نجيب شويه ديال الزيت باش ما تلصقش ليا يدي هكا اوكي ها هي دابا كتجيب هذا الشكل كيما شفتوها هكا دابا غادي نشدو هذا الشيفلون وغادي نحطوه عليه بهذا الشكل هذا هكا غادي ندورو كاع فيها هكا تبتوهم نحط هذه الوسط هكا تبركوا عليهم باش ما يخرجوش هكا دابا غادي نوضع هذوك الطوماط تاعهما بهذا الشكل شوف هذو نقسمهم احسن بنات اللي عندها صاحبتها ولا شي حاجه بغات طاقيها تفرج معاها ممكن طاقيها دابا غادي ندهنها بالبيض غادي ندخلها الفران دغيا كطيب عندها ربع ساعه ما كتعطلش نشوف شكون كتبات ليا مسلوق الهام المنالية قولي ليا امتى كيكون اللايف باش ما عنديش التوقيت ديال اللايف اختي
امتى كيكون لايف باش نكون حاضره من البدايه. اه ماجده ما عنديش ليه توقيت. اه على حساب دابا نطقيك هاد المره، هاد المره نطقيك ديك تغنديرو غادي نعمل ان شاء الله. ماكش شعواله. ما عرفتش اللي قالت لي وصلقتي نشوف. مسلوق واخا الله يعطيك الصبر. اه ماشي مشكل. الهام ما عرفتش شنو اللي قلتي لي واش مسلوق. اه مسلوق الا كان هضرتي على هذا البروكو سميتو كابو الفيوري راه مسلوق. سلقته غير نص سلقه ماشي بزاف، راه باقي شاد راسو قاصح. كتبان لكم العجينه راه هي موف البطاطا كيف ما قلت لكم. بغيت ندخل هذا الشيء في الفرن مزيان، هو الاولاني البيض عاد ندهنها كلها. بغيتو ديروا ليها جنجلان ولا شي زرارع ولا شي حاجه ممكن ديروها عليها. بغيتو تخليوها هكا تخليوها ماشي مشكل، اللي بغيتو نتوما والكانا ديالكم. صافي بركه عليها. انا مبغيتش نخلي هاد البيض غادي يبقى يخسر. قلنا زعما اللهم هنايا بركه عليها. غندير لها شي لاطه دابا وغادي ندخلها للفرن. اوكي ها هي البنات شوفوها هكا. ها هي وجدات البنات كيف ما كتبان لكم هي هذه. دابا غادي ندخلها للفران، غادي ندخلها دابا للفران. نشوف البنات اللي عاد كتبوا لي شي حاجه. مينا شي فلور اوكي واخا الله يعطيك الصبر. اوكي مينا مينا بقاي خاصك واحد مطيشه من يلاف كتحس بي ودخلت البران دابا من جهتنا من جهتكم انتوما والله الا كتحسب. دخلتها دابا الفران واحد ربع ساعه الفران سخون مزيان واحد ربع ساعه غادي توجد وغادي نوريها لكم ان شاء الله. انما فاطرش في الدار اليوم ما غاديش نوجد، المره غادي نوريكم. غندير واحد الروز ولكن من بعد غنديروا الفروت تساكه يجي زوين بزاف، ولكن ما نديرو حتى يقرب شويه الوقت باش نبغي نديه معايا واجد. هذاك غادي نحطو لكم في القناه، هذاك غادي نسجلو من بعد وغادي نحطو لكم ان شاء الله. بقينا كنهضروا ونسيت العجينه اللي تبقات ها هي. غنديرها خبيزات من داكشي اللي حيدناه نعاودو نرجعوه. اوكي
هذه اللي بقات ليا خليتها، بغيت نديرها خبيزات ناشفين هكا، نحطهم هنايا. هذه غادي نشكلها هكا، نوريكم هكا. هكا انتوما شفتوها، غادي نحطوها بهذا الشكل هذا، وغادي نزيد نكمل هذا الشيء اللي بقى ليا دابا هكا. مين اختي عافاك قولي ليا شي وصفة. الميساج ما قريتوش كله، عافاك قولي ليا الوصفة حيت ما كنتش حاضرة من الأول. الوصفة ديالاش صحتين، أنا خارجة دابا. إلهام الله يعاونك أختي ماجدة. الوصفة ديال الحشو ولا ديال العجينة؟ هذه العجينة درت فيها هذيك بطاطا فيولا، هادي غادي المطيشه السريعه طارت ليا البيله، درت فيها لي بطاطي فيولا مسلوقين، هادي اوكي، هادي درت فيها لي بطاطي فيولا مسلوقين وطحنتهم فواحد الروبو. المهم تيحكيهم يا اما في حكاكه ولا في ديك ديال المطيشه هذيك القديمه هكا، دوزيهم حتى تيتنيال مزيان. هذيك بطاطا ما كانتش هذيك بطاطا الموف، ديري بطاطا عاديه اللون اللي بيضاء ولا حمراء ولا اللي بغيتي نتيا. صافي، ودير معاها الطحين، دير معاها ربع ديال الفورس وربع ديال الفينو وخميره، واحد معلقه ديال الخميره. صافي، ودخلي وعجنيها بالماء مليحه، من بعد عجنيها وخليها ترتاح. صافي، وهي هادي عجينه عاديه. العجينه راه عاديه، ما فيها حتى شي حاجه اللي البطاطا اللي زايدها فيها. اوكي ها هادي غادي نقسمها على جوج، جاتني شويه كبيره. تبتوها مزيان، صافي غندوز عليهم البيض. هادو غندير لهم شويه ديال هاديك السيمي ديال الشيا. كتبت لي الله يعطيك الصحة. أمين أختي، ربي يخليك. صافي، ندير لهم دابا شويه ديال هاد السراره ديال الشيا،
ديرو جوج لام ولا ديرو اللي بغيتو. اوكي شوف الخبيزه دابا وصلت، الخبيزه راهي قربات ما تقولوا غطابت. وندخل هادو لتحت، هانتوما ها الخبيزه مازاله باقا لها واحد شويه، ها هي مازال ما تحمراتش. اوكي البنات يلا باي باي عليكم. المهم راه خبيزه هي هذيك شفتوها، بقى لي دابا الا خمسه ديال الدقائق ولا تتوجد عاوتاني غتكون تحمرات. نحضيها باش ما تحرقش. الله يفرسك بصحة الفطور، الله يعطيك الصحة حبيبة ماجدة، ربي يخليك حبيبة، ميرسي بيان، صحتك تانتية، غنخليه يمشي لللايف هكا تنشوف طنطو، أنا مغاديش نبقى حداه، غادي نشقى شغالاتي ونخليه، باش تلا وجدات وغادي نحطها نوريها ليكم. إذا قربت غادي نحيد. هاي الخبيزة كلشي طايب. نوريها لكم هاي الخبيزة البنات، شفتوها
ما شاء الله بنينة كتشهي. ايه ماجدة باقا معايا؟ ايه هي هذه. ميرسي يا حبيبة، بيزو. نستنى خبيزات تاعو ما يخرجو من الفران، هادوك تنفخو ولا قداش؟ تتشهي. ها نينجا، هادو الخبيزات اللي شاطو العجين، هما هادو وخبيزة هي هادي. كتجي مقرملة، شتوها طايبة. يلا البنات، نتمنى تكون عجباتكم وجربوها انتم، ولو المهم خذوا لا فكرة من عندي، وانتم الحشوة كيبقى اختياري، كل وحدة دير اللي بغات. يلا بصحة فطوركم، رمضان كريم، باي باي. نزيدها واحد شويه، نحمر لها هذا شي فلور، انا زربت عليها. يعطيك الصحه هنينجا، الله يعطيك الصحه حبيبه. نزيدها واحد شويه، نحمر لها هذاك شي فلور، نحضيها غير شويه، نقص الفران ونخليه يتحمر. انا زربت عليها غير باش نوريها لكم. يلا باي باي البنات، صحه فطوركم.